تلوث الهواء يحيط بناحية الحيدرية شمالي محافظة النجف ويسلب السكان صحتهم وسلامتهم فضلاً عن مزروعاتهم. موت بطيء يتعرض له سكان ناحية الحيدرية بسبب عشرات معامل الطابوق غير المرخصة التي تسببت انبعاثات الغاز منها بمئات حالات الاختناق يومياً، ومن ثم عشرات الحالات التراكمية المسببة للسرطان والتي تغص بها مستشفيات المحافظة. فمن تنطلق الغازات والدخان من يعلى ينطلق إذا بروحه عالي أنا وعن ناحية كلها. أنا بالنسبة لي هسه عمري راح يدق 30 وجاي يتأذى، فش حال الأطفال؟ إش حال المريض بالربو؟ وتتوقع شو يصير بي؟ حتى نخيلنا واشجارنا جاي تتاذى وسمعتها بالسوق تتشوه من ما ورا الكور. المريض تلقوه بالمستشفى من سبب الكور. الصغير تلقوه بالمستشفى، المره تلقوها بالمستشفى، كلها سبب الكور. فذاك يوم انا بالنسبه لي ناشدت مدير الناحيه وناشدت المحافظ، كل اللي موجودين ناشدتهم على هذا الموضوع. يوم عودينا ارحمونا، ارحموا هاي العالم. وبسبب سطوه الميليشيات التابعه لجهات متنفذه، لم تجرؤ الحكومات المتعاقبة على إغلاق معامل صناعة الطابوق أو الكور كما يطلق عليها، والتي تطلق كميات كبيرة جدا من الدخان الملوث منذ الصباح وحتى المساء، ليبقى الحال كما هو عليه دون حل. نحن نريد الناشد، الناشد من؟ يعني كلها هنا من جوه لجوه، يعني الفقير هسه جايتيه، يعني ما له ظهر، العده هسه ظهر بالدوله، ما له شغل، قاعد بالبيت وساكت. احنا ناس اكو ناس عندنا هنا فقره بالحيدريه، جاي ينامون على السطوح من الحر، كهرباء ماكو، يعني ينامون على السطح ويختنقون، جاي ينزلون يختنقون، ينزلون من 12 بالليل لل 5 الصبح جاي دخانه. ويعد التلوث البيئي في العراق واحدا من المخاطر الحقيقيه التي تهدد البيئه والصحه العامه. ورغم التحذيرات الكثيرة محلياً ودولياً من خطورة تلوث الهواء وقرب المعامل غير المرخصة من الأحياء السكنية، غير أن هذه المناشدات أهملت لحسابات نفعية ضيقة، مثلما أهملت الكثير من التهديدات البيئية مثل انتشار المخلفات الحربية وتلوث المياه والتربة وغيرها.